مع البروفيسور علي شومو في روايات حول تاريخ ومظاهر بناء الدولة السودانية، المشكلات، القضايا، ما يراه البروف في عتبات تأسيس الدولة، والذي لا يزال يعني من مشكلات تمارس تأثيرها وهيمنتها على ظاهرتنا السياسية اليوم. نواصل النقاش معه في هذه الحلقة الثانية. بروف، مرحبا بك في هذه الحلقة. الحلقة الماضية وقفنا في نقطة جديدة، يعني اللي هو حيدة واستقلالية الخدمة المدنية في السودان، ولعلها شكوى دائمة وحتى الآن من تسييس الخدمة المدنية أضر ببناء الدولة. قلت يا بروف أنه من 56 إلى سقوط حكومة عبود في 64 كانت الخدمة المدنية تسير بالشكل المطلوب منها. هل حصل شنو في 64؟ التطهير طبعا، يعني الشعار بتاع التطهير واجب وطني دي طبق على بعض الوزارات وأزيحوا بعض الناس بدون ذنب، يعني كانوا موظفين خدمة مدنية ولاهم كله للخدمة، وإدارتهم للخدمة كانت محايدة جدا، كانت على درجة عالية جدا من الكفاءة. تمام. فوجئوا بأنه طلعوا يعني من الجامعات من الوزارات، وبعدين نادل ما قعدوا في السودان كثير، فروا وانتشروا برا وكانوا مؤثرين، وكانوا بالنسبة للناس اللي شغلوهم مكسب كبير جدا. فقدتهم البلد. وفقدتهم البلد. وبعدين انت لما تطلع زول وجيب زول في محله قطعنا النظرة اليوم مسيسة. صحيح. بالتأكيد. حتى لو كان خدمة مدنية كويس. وحصل تدهور، لكن التدهور ده كل مرة بدأ يستمر لحد ما دخلنا مرحلة بقينا نفتكر انه الخدمة المدنية دي جزء من السياسة، يعني او الخدمة السياسية زي ما هو حاصل الآن. يعني حكومة عبود ما تم رفض زول من وظيفته الانتماء السياسي؟ استحيل، ما حصل، ما في. وبعدين اي زول بتدرج لحد ما يصل المنصب بتاعه. يعني انا عارف انه انا في الوزارة لو استمريت انا ترتيبي كده ادائي كده الا تحصل لي حاجة غير عادية، لا في زول بيتدخل، لا في زول يعني بيحاول يجيب زول من برا يفرض عليه. والوكيل طبعا كان هو الحد الفاصل، لا يمكن تجاوزه، لا يمكن تجاوزه، كان اقرب الى النظام البريطاني اللي هو البيرمننت اندر سيكريتري. التأثير على منصب الوكيل ده في الخدمة المدنية هز كل الخدمة. اصبح الوزير يستطيع ان يخش في الخدمة المدنية، يستطيع حزبه انه يسيس الناس الموجودين، يستولي على الوظائف، يستولي على الوظائف، يعين ناس ما عندهم فكره. يعني تصور يجي جاء وقت من الاوقات يكون زول اول وظيفه له وكيل وزاره طوالي بدون تدرج. ايوه، ودي حالات موجوده. ده تخريب، واللي خدمه المدنيه انتهت. اصبح الوزير الليله دي الوزير ممكن يتدخل في تعيين موظف، بينما انه الوكيل ده يفترض يكون هو السقف، هو السقف. ولا يستطيع الوزير بحكم حتى القانون، الوكيل هو البادجت هولدر اللي هو بتاع الوزارة، لا يستطيع الوزير يتصرف في الأموال بتاعة الوزارة، لا يستطيع يتصرف في نقل موظف من حتة لحتة، لا يستطيع أن يتصرف في ترقية وزارة الأسد موظف، لا يستطيع أن يعترض على ترقية موظف، إلا أن الوكيل هو القابض على القانون بتاع الخدمة العامة. يعني يا بروفيسور، لما الناس اللي بتعمل تقييم لفترة حكم الفريق عبود، إما أنه تيار يتعسف في الحكم فيصوروا بلحظة ديكتاتورية بوليسية شديدة القسوة على السودانيين، نعم، والبعض الآخر يتكلم عن حالة من الرفاه، نعم. أنت مع أي موقف؟ أنا والله لا مع ده لا مع ده، أنا مع الموضوع. أنا أفتكر أنه العبود طبعا الجنوب هو اللي كانت قاسمة الظاهر. أيوة. بالنسبة لنظامه، لكن ما كانت في شكاوى من الناحية الثانية، ما في. بعدين العبود نفسه طور بعض المؤسسات بتاعت القدمة والسياسة، زي المجلس المركزي، المركزي، ودخلوا فيه الشيوعيين، دخلوا الشيوعيين. أيوة، يعني كانوا بعض منهم أعضاء فيه وكانوا مؤيدين هذه الفكرة. فكان في تدرج يعني معقول ومقبول، يعني لكن الانتكاسة طبعا حصلت من الموقف كان في الجنوب، في الجنوب التدخل والمبشرين. تقديرك كان أنه كان سياسة عبود في الجنوب سياسة حادة جدا، حادة صعبة جدا، ما راعت طبيعة المشكلة، بعدين أرهقت البلد جدا. أرهقتنا جدا حقيقة. أنت كنت في الوقت ذاك في الإذاعة؟ أيوة. كنت موظف؟ نعم كنت موظف، نعم. بعض الروايات أنا ما أعرف مدى دقتها، حول أنه كانت رؤية حكومة عبود
الأرض المحروقة، أي أن نتخلص من الجنوب بالعنف، هل ده صحيح؟ والله يمكن تقريبا، يعني الواحد لو قال الكلام بأمانة أنا ما أقدر يعني أقول، لكن في قسوة كانت، قسوة. يعني كانت قسوة، وفي إصرار إنه الجانب العسكري يقضي على المشكلة أكثر منها التفكير في الجانب السياسي لإقضاء المشكلة. مبرر شنو؟ المبرر كان شنو؟ لأنه طبيعة السلطة يعني؟ والله طبعا هم هنا في الوقت ده بتديهم كعساكر، عساكر هاي ما 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 اساسا ما اساسا، فبتقول الحكاية الميدان ده هو ممكن يقدر الحكاية دي. في حكومة السيدين ما استمرت كثير، هي من 58 إلى أو من 57 يعني مش كده، نعم. إلى أن جاء الفريق عبود. أنا في من طبعا برضو أسمع روايتك الجديدة، الرواية الراسخة عند السودانيين وإنت قلتها لي في الحلقة الماضية، خشية عبد الله خليل رئيس الوزراء من تعاظم الدور المصري ودخوله إلى السودان، فقرر أن يستدعي الجيش. هل الرواية بالبساطة دي ولا في خلفيات إحنا ما ملمين بها؟ لا هي كده، هي واضحة جدا بالرأس. وبعدين عبد الله خليل ذاته رجل ستريت فورورد، دغري دغري، وما داس الحكاية دي. وبعدين شعر بأنه أي زول بيحسب أنه حكومته انتهت، سقطت، انه القضيه بتاعت علاقه السيدين انتهت، انه التكوين الجديد للحكومه انتهى، والشيخ علي عبد الرحمن والجماعه دي كانوا في القاهره وجايين على اساس انه الحزبين اندمجوا مع بعض، بقى الشعب الديمقراطي اللي بقوله يبقى الاتحاد الديمقراطي، وهو ده كان انت البيت سالتني من الشعب الديمقراطي، الشعب الديمقراطي اللي هو ده بعد ما انحل من الاتحاد يكون الحزب ده، وده تلف مع حزب الامه ده الشيخ علي عبد الرحمن. علي عبد الرحمن وعملوا الشعب الديمقراطي، الديمقراطي. فالشعب الديمقراطي ده تلف مع عبد الله خليل، استمروا لما المصريين نشتوا والأمور هنا في البلد السياسية تطورت لاتجاه عودة الحزبين مع بعض في حزب واحد، وإنه يحكموا الاثنين البلد، وعندهم أغلبية كانت في البرلمان محسوبة، فكانوا جايين، والبرلمان مفروض أول جلسة له 58 نوفمبر هاي يعملوا الحكومة بتاعتهم دي. فعبد الله خليل طوالي يعني اتخذوا القرار بعد. هل كان أول خطأ لإدخال الجيش كمؤسسة احترافية إلى السياسة؟ أنا بفتكر ده أول انهيار لنظامنا كله، أول انهيار. أي والله أنا بفتكر دي لو ما حصلت السودان ده كان اتغير. يعني لاحظ لو احنا استمرينا تسقط لنا حكومه وتجي حكومه ديمقراطيه يعني كان انبنت الهند وتعملت كده، صحيح بالتجربه هاي. لكن أيوة. اول حكم عسكري دخل قلب الحكايه، والسبب فيه سياسيين. هما سبب، يعني احنا لو عبد الله خليل استحمل حكايه انه يسقط ويمشي المعارضه، يقعد شويه في المعارضه، بعد شويه المزاج بيتغير والظروف بتتغير والحكم يتغير يسقط، يجي حزب ثاني، بعد شويه نقع ونقوم لحد ما نصل الليلة. كان يعني أول خطوات الانهيار عدم صبرنا على التجربة. أيوة الديمقراطية. أي لأنه ما كان عندنا، أنت لاحظ لو عملت التجربة الديمقراطية ما بكون عندك غيرها. صحيح. ما عندك خيار، يعني لازم تقع وتقوم وتتعلم. زي الطفل بالمشي بيتعلم، يعني يحبس. وبعدين الناس ذاتها، المجتمع ذاته بيمشي معك وبحاسبك، وبعدين بيتعلم. يعني ما أنت لا تجد أدنى مبرر موضوعي لعبد الله خليل أن يستعين بالجيش. أنا بفتكر دخول الجيش انقلاب 58 ده، أنا بفتكر ده هو اللي غير تاريخ البلد دي كلها. يعني الجيش ده لو قاعد في محله هاي كمؤسسة، وعبد الله خليل جيب اللي نسقط ويستمر، والجيش هنا مستمر في أموره وبناءه وكده، طبعا في عدوى، انت عارف العدوى بتاعت الانقلابات هاي المنطقة. المنطقة دي عملها طبعا عبد الناصر، عبد الناصر قبله عملها، هي طبعا جات من سوريا. ايوه يعني هي الانقلابات، اديب الشيشكي قبله في نور السعيد هنا، لا نور السعيد ده قاسم ده عمل مع نور السعيد، لكن كان في اسمه من الاديب السوري الاول واحد عمل انقلاب، وجا بعده اديب الشيشكي. العدو ديت اللي اخذوها من المصريين، احنا ضباطنا اللي كانوا زمان في الوقت ده معجبين بعبد الناصر. أيوة. معجبين بصلاح سالم ومين، صحيح. فعملوا نوالي بتاع الضباط الاحرار ده، كانوا جوا الجيش ناس جيش وكذا، وحكموهم وانتهوا. يعني
فالظروف حقيقة ما خدمت. أنت الآن ثبتت حقيقة أنه لا كان ما كان من ممكن أن يتدخل الجيش لولا السياسيين. بالتأكيد. هم اللي استدعوا. أيوة. تعالوا استلموا. تعالوا استلموا. طيب تاني أمشي لقدام. يعني حتى بعد ما انتهت فترة العبد. أكتوبر. وجات الحكومة. حنجيها دي الشيوعيين والإسلاميين دي كلها. برضو سلموا. صحيح. بعدين يقول لك انقلاب مايو انقلاب شيوعي. مجلس الوزراء بتاعه كله من القاده بتاعنا البتاع انت بتعزو ده ليش؟ شنو لقله مع يعني لقله وعي الاحزاب السياسيه ولا شفقتها ولا رغبتها في السلطه؟ نعزيها ليش؟ والله الشفقه هي 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 اصلا ما كان الوضع ده ما كان اصلا بيكون موجود. طيب اصلا ما كان بيكون في تفكير انه يكون الحكم عسكري لانه الناس طبيعتها عارف ان الحكم ده مدني. صحيح بدا كده. ما في زول عسكري بيجيش بيجي يحكم قبل ما حكايه العدوى اللي حصلت لنا قلت لك في الشرق دي ونقلناه هنا والقرار بتاع عبد الله خليل انه سلم السلطه للجيش حسب رؤيته هو بيفتكر انه هو لو ترك الموضوع ده للمصريين المصريين حيعملوا كذا وكذا صراع فالجيش ذاته اقحموه في الحكايه دي فبقت سابقه. هل السيدين عندهم دور؟ طبعا بالتاكيد السيدين بالمناسبه ما عارضوا اي نظام عسكري نهائي يعني النظام بتاع عبود ده عبود ختمي طبعا ختمي يعني وبعدين يعني أيدوه مذكرة الكرامة أطلع لما نقرأ مذكرة كرام المواطنين دي بستشعر يعني بعد كده يلا في غير الكرام من المواطنين وبعدين كل دول يشترك وبعدين يمكن يقول لك ما عملته والله أو جيت أنا يقول لك أنا جيت داخل عشان أقلبه من جوا هاي في نظريات يعني في كلام ما يعني ما بيليق. لو مشينا خطوة على قصر فترة حكم عبد الله خليل والائتلاف اللي حصل وكده انا برضو عايز اشوف مشاهدات البروف وانت كنت الوقت ذاك في الاعلام يعني انت شايف شايف اكثر من بقيه الناس يعني ظهرت اي بوادر لاي وعي يتسرب للنخبه دي بانه يمكن انه نفكر في برنامج للدوله ولا ظلت زي ما بيقولوا في الدارجه ريمه في عادات القديمه يعني صراع في صراع في صراع في صراع والصراع ده استمر كل مره بتشكل حسب الظروف الموجوده يعني لو اخذنا أول ما جاءت مايو يعني بتكلم عن المدنيين يعني أي مدنيين صراعاتهم كانت مستمرة وطبعا التزاماتهم العقائدية والتزاماتهم الحزبية قوية وفي كل حتة بيلتفوا يعني مثلا لما جاءت مايو حتى كمايو يعني نظام عسكري زي ما الناس بيقولوا وعمل تحالف قوى الشعب العام اللي هي صيغة كانت برضو ما بطالة لو مسرت لقدام لكن جوا مايو في شيوعيين وفي أخوان مسلمين وفي اتحاديين كلها كتيارات أيوة موجود. يعني هم ذاتهم داخل مايو هم تيارات. خلينا نمشي الخاص شوي في الوقت ده البروفيسور لما جات حكومة الفريق عبود كان موظفا نعم في الإذاعة ما كان عندك نشاط سياسي لما كان في ما في نشاط سياسي لما طيب لما سقطت حكومة عبود قبلها في إرهاصات الثورة وكده أنا برضو عاوز أسمع منك دورك ووجودك وشهادتك على الذي جرى في 64 إسقاط الفريق عبود. هل تكييفك ليه أن كانت ثورة شعبية ولا كانت مشكلة الجنوب هي السبب وكيف؟ لأنه الآن في تنازع في حزب يقول لك أنا عملت أكتوبر وشخص يقول لك أنا عملت أكتوبر. من العمل أكتوبر؟ أنا الحقيقة في الفترة دي بالذات كنت في أمريكا تدرس أنا ما حضرت أكتوبر تمام لكن كنت متبع تمام باعتباري انا طالب في الجامعه وفي الوقت نفسه متبع اخبار بلدي وبعدين بالمناسبه بقعد مع الطلاب الدراسات العليا عندنا صاله كبيره كده بنقعد فيها ومن ضمن الحياه الطرائف انه في الايام دي كان طلاب جامعه الخرطوم اضربوا لانه كان الخدمه بيعمل لهم بيسموها تيبل سيرفيس الواحد يجي يقعد يجيبوا له الاكل في الترابيزه طيب. قاموا قال لهم الاكل بالبوفيه امشي شيل وراكم فعملوا اضراب يا سلام ايوه اضراب عشان يخطني صينية ولا ما ياخدها ايه الرفاهيه دي يا بروف يعني. ايوه وانا قاعد بعدين الناس الدراسات العليا فيها ناس ضباط وفيها ناس اساتذه وكذا وناس كبار في السن فكانوا بيضحكوا علينا لما حصل اكتوبر قال لي والله بلدكم دول الغريب ديل مش الطلاب اللي يومتها اضربوا عشان الصيني عشان الصيني بيقوا حس يسقطوا النظام ف
فأنا بتذكر ال 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 حصل في الوقت ذاك حسب مراقبتي. أيوة. أنا لو زي ما ذكرت لك الوضع في الجنوب بالتأكيد. ده القضية الأساسية. ما في يعني بعدين جامعة خرطوم لها دور كبير جدا. طبعاً يعني قرشي و. لا الخطب قبل ما يحصل الضرب بتاع. أيوة أيوة. الندوة الشهيرة. الندوة الشهيرة. أيوة. والمظاهرات اللي كانت تأثير على الرأي العام طبعاً ما كان في منبر للتأثير غير جامعة خرطوم في ذلك الوقت كانت فيه قيادات كبيرة جدا كل ما تحزم الأمور ويكون في قضية بتتناقش طيب. هناك يعني. أكتوبر أظهرت جيل جديد من السياسيين نعم. ظلوا الناس يعني في الأزهري ومحجوب وزروق وفضلي نعم. وكذا فجأة ظهر رجلين يعني عندهم الناس تتملى أنهم يمتلكون مشروعا سياسيا الراحل السيد صادق المهدي والراحل الدكتور حسن عبد الله الترابي وانت في النهايه من الجيل يعني هل فعلا كنتم بتنظروا لهم بانهم الان نحن نشهد تغيرات جذريه في السياسه السودانيه بمقدم هذان الرجلان طبعا نظرتك لزميلك والجاي لك مختلفه طبعا فاحنا كان طبعا مفتكر انه ازهري ايوه محجوب دي رموز كبيره لكن لما تصل لمرحله سننا احنا بيكون عندنا راي بالناكف يعني طيب. يعني انا انت مولود 32 انا زي انا دفعتك يعني وانت مولود 35 اكبر مني 3 سنوات وهكذا يعني ولكن يعني حقيقه الواحد بيعترف انه دي الظواهر اللي عملت شويه تغيير تمام يعني الامور دي لو استمرت كان ماتت لكن ظهروا ديل وبعدها كانت ادوار في المائده المستديره حنجيه طبعا فأنا أفتكر هم عملوا حراك في وفي جديد يتقدم يعني مثلا حركة بتاعت الأخوان المسلمين والحركة بتاعت الشيوخ الحركة دي من زمان لما جت ترابي بالعقلية الجديدة رجل بتاع سيكولر إدوكيشن رجل متعلم تعليم مدني في جامعات مدنية بعدين يجي يقود حركة إسلامية وبعدين بهذا الذكاء والشطارة والابداع في أيوة. في الافكار والفعاليه يعني. والحراك وكذا ايوه قطعا عمل حراك في الجامعه بعدين احساسه بانه عايز يكون مستقل تبعيته للقاهره وقفه والطار هنا اممي وقفه وقف يجيك الصادق المهدي سيد الصادق الله يرحمه ما عايز القديم ده كله من بدايه صراعه مع عمه فجاء شاب جديد برؤيه جديده بتفكير جديد بالمناسبه هو رجل يعني لا يقل في الموضوع بتاع الإبداع في الجانب الإسلامي وتطويره والوسطية وتطوير يعني عندنا حاجات يعني محترمة على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي فعلى هذا الأساس كانوا الناس بيفتكروا أنه عندنا حاجات جديدة ممكن تقود البلد اللي قدام أنت كان رأيك شنو؟ أنا كان كنت متفائل متفائل؟ أيوه أنه حيغيروا؟ حيغيروا كنت متفائل جداً وهما كان مشروع عنده ملامح واضحة وبيدل لأول مرة هنا تجي مثلا إجابة على كلامه القبيل بتاع إنه ما في مشروع دولة ولا مشروع ديل عندهم مشروع لكن ليس بالطريقة اللي أنت قلتها حزب عنده كذا يعني أيوة برنامج واضح هاي لكن الجانب الفكري موجود التنظير موجود يعني والتنظيم موجود أيوة صح يعني الآن حزب الأمة أعتقد طلعوا يعني برنامج والاتحاديين طلعوا الآن يعني طلعوا برنامج وهم طبعا عدد ما أعرف الاتحادين طبعا صحيح أحزاب مش حزب واحد يحسوا بأنه المسألة ما مسألة كلام مسألة برامج مسألة تفكير وتخطيط إنت دار تعمل شنو عشان أنا أكون معك وأديك صوتي ظهور دكتور حسن عبد الله الترابي والسيد الإمام الصادق المهدي عليهم الرحمة كان لسه الساحة بتسيدة رموز كبيرة زي المحجوب نعم. زي أزهري مش نعم. كده هل كان في صراع ما بين القديم والحديث في اللحظة نعم. دي نعم عنده مظاهر يا بروف والله عنده مظاهر طبعا الصادق المادي لما جاء في البداية كان دار ناكف الأزهري شوية دار ناكف يناكف يناكف شوية في لكن حذروا بعض الناس قال لي يا اخي هذا رضا احسن تبعي تخلي يمكن قال اللي محجوب محجوبه في روايه زي دي بعدين الجانب الثاني هنا حسن الترابي كان موقفه اقوى انه استطاع انه يتخلص من الارتباط ومن الناس الكبار القاعدين التقليديين ديل ومشاهم
يعني لهم مع السلامة وجاب راحته جديد والجديد جبهة الميثاق عمل الميثاق وجاب أفكار جديدة وشباب جديد برضو يستطيع أن يمشي معه. في تغيير حصل. اليسار كيف مع عبد الخالق كان ظاهر برضو بقوة؟ عبد الخالق يعني برضو ظاهرة دي يعني الناس ما تكلموا عنه كثير لأنه هو مات وهو صغير 41 سنة. أي والله. لكن يعني الإنسان يجب أن يعترف بأنه ده واحد من الظواهر في العالم الثالث للشيوعية. عبد الخالق محجوب. عبد الخالق محجوب بالتأكيد. عندك معه لقاءات؟ أبدا والله. ما قابلته. أنا ما قابلته إلا وأنا في الطيارة ماشي من الخرطوم للقاهرة لما نفوه. لما نفوه. بس في الوقت ده لأول مرة أقعد جنبه. خلينا نطلع فاصل قصير أستاذنا ثم نعود نواصل حوار مع أستاذنا الكريم بروفيسور علي شمو في هذه الحلقة الثانية من أجندة السودانية في هذه السلسلة المخصصة للاستماع لشهادته علي العصر. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى، لازلنا في هذه الحلقة، هذه الحلقة الثانية في أجندة السودانية في هذه السلسلة المخصصة للاستماع لرواية البروفيسور علي شمو. بروف مرحبا بك مرة أخرى. ظهر جيل جديد من السياسيين بدأ يزاحم الجيل القديم ويحاول أن يعرض بضاعته السياسية، لكن كمان من زاوية ثانية يعني زاد أوار الصراع بين الأحزاب السياسية. مش كده، ازداد عما كان عليه. هو طبعا الجيل الفات كان جيل عاقل عاقل، وبعدين يعني لو بتشوف العلاقة بين محمد أحمد محجوب وأزهري بالرغم من الخلاف يعني علاقات مريحة. زروق وأزهري لا زروق مبارك والمحجوب مبارك والمحجوب زاروا مع بعض. هم كل زول في لاين لكن أصدقاء. أيوة بيحلوا مشاكلهم بطريقة. هنا في حدة شوية حصلت بين الأجيال دي. بعدين يمكن ربنا لحكمة يعلم الله إنه الساحة فضت. أزهري مات 69 بدري. أي 69 ومحمد أحمد محجوب كمه 70 76 فالناس دي البراهم زحوا لهم من فضل يعني فضل ما عاشوا طويل ولا كان الموضوع تتعقد أكثر. في فترة من 64 69 أحداث كبيرة جرت في السودان. نعم. منها مؤتمر المائدة المستديرة. نعم. منها مؤتمر لآت الثلاث. نعم. مش كده؟ نعم. وكثير، وانت كنت برضو يعني مشارك في كثير. نعم. منها. ايه رواية بروفيسور علي شمو حول مؤتمر المائدة المستديرة؟ ده كان مؤتمر عظيم جدا. التحضير له كان كويس والإدارة سكرتاريته كانت كويس. محمد عمر بشير، محجوب محمد صالح، مدسر عبد الرحيم أيوة. يوسف محمد علي يوسف محمد علي ناس على درجة عالية جدا. التحضير له كان كويس، التمثيل فيه كان كويس. حضروا عبد الخالق وحضروا محمد أحمد محجوب وحضروا صادق المهدي وحضروا حسن الترابي وحضروا أزهري. كل الناس دي حضرته وكان مؤتمر كويس جدا بالرغم من أنه الجنوبيين بعض منهم كان حاد جدا في رفضوا في الأول إنهم يجوا، وبعض منهم قال بيجي أول ما ينتهي المؤتمر بيمشي المطار طوالي ما داري حتى يبيت في الخرطوم. حدة شديدة جدا. لكن المؤتمر أدير إدارة كويسة جدا وعمل مخرجات يعني كويسة خلت الناس اللي قدام يعني يستفيدوا منهم. لكن والوثائق بتاعته الموجودة بعض منهم طلعها في كتاب وبعض منها خلاها في الصحافة، يعني ممكن أي مطلع للمؤتمر أثناء انعقاده بيقدر يعرف بالضبط. بتذكر شنو من ذكريات لأنك أنت كنت موجود؟ أي لكن ما غطيت ما غطيت؟ لا لا أنا المؤتمر ده حاضر لكن ما غطيته لأنه كنت في وضع إداري ما بخليني أحضر. ما بيسمح لي. المؤتمر بيجي بيمشوا ناس أقل ريبورترز يعني بيغطوا التقارير. لكن أنا كنت يوميا في التلفزيون. تلفزيون. سنة 65 نعم. المؤتمر أكتوبر قامت لأجل حل مشكلة الجنوب. نعم. لكنها فشلت في أن تضع لبنات أساسية. أنا نعم. أعرف الحكم ده دقيق ولا لا. نعم. لحل مشكلة الجنوب. نعم. السبب كان أن القادة الجنوبيين كانوا يمتلكوا كثير من المخاوف تجاه السلطة الجديدة في الخرطوم. نعم. والمرارات الآن الجزء الأخير من
حكم يعبود كان قاسي مأمور جدا وقاسي قاسي جدا يعني. وبعض منهم يعني عايش برا يعني أكثرهم يعني بتهيألي إنه كان معقولية وتولرنس سماحة ويليام دينج يعني يمكن الدكتور دول استطاع إنه يتعامل مع ناس برفق شوي لكن الثاني كانوا حادين كانوا طف جدا بيري طف مرارات طبعا 65 ودي 64 ولسه بعدين الجزء الأخير بتاع عبود 64 الجزء الأخير ده كان جزء مر جدا في الجنوب يعني حسن بشير نصر لسه كانوا بيتذوقوا مرارة العمليات في الجنوب يعني. المقترح اللي طرح هو الكونفدرالية مش كده أو لا. الفيدرالية رفض احنا طبعا طرحنا حاجات كثيرة رفضنا احنا الشماليين لا ايوه يعني حتى زي الاقتراح بتاع الاستقلال انه الجنوبيين لما التموا مع بعض وقالوا ما بيوقعوا على صوت الاستقلال الا اذا ضمنوا الفيدراليه هاي الفيدراليه ناسنا ما قدروا يردوا حتى الفيدراليه ما قدروا يردوا كان الموضوع ما كان يتطور كيف ما كان بيقوا دوله لوحدهم يعني الفيدراليه انت ما قبلتها جيت في النهايه اضطريت للانفصال اضطريت للحاصل الليله ده هل ده من موقع استعلاء يعني ولا من موقع شنو استعلاء بالتاكيد يعني بالمناسبه احنا يجب ان نعترف احنا مرينا وده جزء من تاريخنا نقوله ضروري احنا كنا بننظر للمسائل دي بنظره ما فيها وجود شديد يعني وبعدين الجنوبيين برضو ما كانوا سهلين كانوا طبعا كراهيه شديده جدا والانجليز برضو ولدوا كراهيه شديده جدا في يوم وكذا فالحده دي ما ساعدت كثير في انه الناس تتقبل بعض يعني الجنوبيين ما كانوا يسقون يعني الاقتراح بتاع انه ما بيصوتوا للفدراليه ما قاموا به الجنوبيين ما كانوا في الاحزاب دي الجنوبيين كانوا في الحزب الوطني الاتحاد كانوا موجودين وكانوا في حزب الامه وكده في الشيوعي برضه كله كانوا قاعدين في الشيوعي فاتموا مع بعض لما جت قضيتهم دي طبعا بتلمهم تجمعهم ووقفوا وقفه رجل واحد في مصالحهم فاحنا عندنا يعني ده استعلاء والله في استعلاء وبعدين الخلفية التاريخية يعني الماضي الكثير ده ترك شوية مرارات من القضايا يعني روايتك حول أن المؤتمر ده كان محاولة جادة لحل مشكلة الجنوب نعم مش كده لكنه فشل يعني. الحضور حضور كبير كل القادة السياسيين والجنوبيين جو حضروا ايوه والجنوبيين ناس أقري جادين كارمين تامبورو كليمنت مش كان موجود برضو لا كليمنت موجود هنا في مش كان وزير هنا وزير الداخلية في الفترة دي هو قصة يا بروف طبعا قبل يوم امبارح ولا سمعت انه علقوا المفاوضات مع عبد العزيز الحلو فلما انت راجع بالذاكرة التاريخية بتاعتك تقول انه طيب بيمشوا الجماعة دي اللي بيقعدوا بوقعوا اتفاق وبيجوا بيقولوا لهم خلاص خدتوا السلاح تعالى ابقوا وزراء الصيغة الفورميلة دي اشتغلت كثير جدا وأثبتت عجزها عن مشكلة إحلال السلام في السودان الحكم ده سليم؟ والله سليم انت تعرف المسائل دي ما هو في النهاية الواحد ما دار يظلم الناس ويحكم الناس لكن لنا بالظواهر نعم يعني انه اي زول يوقع اتفاق يخش السلطة تانية بتكون عنده مشكلة خلاص المشكلة تحلت يعني طبعا يعني نعترف بالحكاية صحيح لانه ما بيرجع تاني ما بيرجع بعدين احنا هسه لكن كمان عندها ميزه ثانيه اللي هي انه الناس اللي بيوقعوا معاك سلام كمان بيكونوا معاك يعني حتى الوفد بتاع الحكومه اللي بتاع ده فيه الناس اللي وقعوا معانا اتفاق في جوبا صحيح واحسن من ناسنا صحيح يعني حتى لما تسمع تقعد لساننا ايوه ماشي معاهم في المفاوضات تقعد راجل يعني محنك وراجل شديد صحيح ومؤكد قوي الجانب السوداني يعني بعد ما دخلوا معانا في الاتفاق بتاع جوبا اصبحوا جزء مننا فهم اصبحوا الحكومه اللي بتتفاوض الجزء الموقع معانا لو سالتك وانت كنت موجود في المائده المستديره ما الذي افشل مؤتمر المائده المستديره تعنت الجنوبيين ام عدم جديه السودان الشماليين والله الاثنين في يعني زي ما قلت لك المراره كانت دافع الناس اكثر من العقل انا بفتكر الشماليين كان موقفهم كويس كويس يعني وكانوا عندهم استعداد يتقبلوا الاشياء دي بالرغم من التعالي اللي انا قلت لك ده لكن الجنوبيين كان عندهم مرارات شديده جدا يعني كان في تعنت جنوبي قوي جدا خالص كانت قوي جدا
وبعدين ما تمهلوا شوي يعني بعد سنتين وكذا بعد يا دوبك الناس بدوا يفكروا في انه يحلوا المشاكل. قامت مايو. قامت مايو. قبل مايو طبعا من الاحداث المهمه 1967. نعم. الرواية المكتوبة حول مؤتمر الآتا الثلاث أنا في تقديري قاصرة لأنها لا تذكر أدوار البقية. نعم. اللي كان عندهم أدوار كبيرة. أنا أسمع روايتك حول مؤتمر الآتا الثلاث. المؤتمر الآتا الثلاث ما بقول الكلام ده لأنه سوداني، لكن إحنا أصحاب المؤتمر الآتا الثلاث. نعم. أولا الديمقراطية نسموها الشط الدبلوماسي دي إحنا عملناها قبل كيسينجر. محجوب كان بيمشي بين القاهرة والسعودية ويجي السودان ويرجع وكده لحد ما وفق بين فيصل عبد الناصر وفيصل على الحضور الانتباه. تمام. أقنعهم. أقنعهم. لو ما السودان ما كان حصل ذا الحكرة، ولو ما النادي كلهم كانوا بيصلوا السودان ما كان اجتمعوا في الوقت داك بالذات بعد الهزيمة المرة، والهزيمة المرة سبقتها خلافات مرة برضه تركت أثار مرة من الصعب جدا أن تنتهي بسهولة. اجتمعوا مع بعض ودي نظم السودان. الصلح بين فيصل وبين عبد الناصر نظم محجوب في بيته موجود في الخرطوم الاثنين ده، ولأول مرة بدون الناس تخش حتى في نقاش. الالتزام المالي اللي هو الدول الغنية تلتزم به بدول المواجهة اللي اتأثرت بالحرب اللي هي سوريا والأردن ومصر، وضع الخريطة المالية دي الشريف حسين الهندي وقبلتها المؤتمر قبيلة. المؤتمر ده كان مؤتمر غير استثناء غير عادي استثنائي، ولذلك انعقد في السودان وكان في حسونة هو الأمين العام لجامعة الدول العربية. المؤتمر ده محتويات ومدار فيه ما في أي كلمة فيه موجودة الآن في السودان. اتشالت زي ما هي، مشت جامعة الدول. جامعة الدول العربية لا أحد يعرف بالضبط اللي دار في المجتمع ده جوا إلا الناس. ما تسجلت يعني لا في إذاعة ولا تلفزيون؟ سجلناها إحنا. وشالوها مشوا؟ أيوة، لما الاجتماع في الأول انعقد في الصالة بتاعت فندق السودان. بعدين انتقل للصالة بتاعت القصر ده. وطلب مننا إحنا السودان، كان عندنا في التلفزيون العربية بتاعت نقل خارجي. نعم. ده استوديو متحرك، فنقلناها جبناها خطيناها في القصر الجمهوري ده. لو شفت الجزء الصالة الفوق اللي بيجتمعوا فيها انعقد مؤتمر القبة هناك في القارة الشرقية دي، ونزلنا من فوق أسلاك نازلة في العربية، جهاز التسجيل في العربية. ما يدور في المؤتمر بيسجل طوالي عشان الزول اللي بيسجل ذاته، حتى الفن اللي بيسجل ما بيسمع، بس بيقرأ المؤشر الفوليوم الانديكيتر بيني بالأصوات ماشي، لكن ما بيسمع ولا كلمة. وبعد المؤتمر وبعد البتاعة تنتهي طوالي بنسلمها لسكرتارية سكرتارية المؤتمر، وشارسة ودتها جامعة الدول العربية. أي، وحارس الحكاية دي عقيد اسمه مرغني كان في الوقت ده. ويعني دي كل الترتيبات اللي لا يعني ما في زول استمع لاي تفاصيل في الحوار اللي دار في الداخل. بعدين من ضمن الظواهر اللي حصلت برضو انه سوريا رئيسة ماجة وجماخس وزير الخارجية، وكان قاعد برا ما دخل الاجتماع، ما حضر الاجتماع. ابراهيم ماخس الضابط السوداني اسمه حسن مرغني. العقيد حسن مرغني ده الزول اللي استلم التسجيلات، حارس التسجيلات، حارس تستلمها يوديها ما بيستلمها، هو جاذبي بتاع الجامعة العربية بيستلم التسجيلات، لكن لا هو سمعها لا السجلة ذاته سمعها. المبرر شنو يعني سرية الجلسات؟ والله سرية الجلسات ده مؤتمر خطير جدا، قالت فيه حاجات كثيرة عن بعض. يعني الرواية بتاعت إصلاح الخلاف ما بين الرحلين يعني فيصل ومحجوب، فيصل وناصر، يعني دائما الدور انه في حاجه حصلت في المطار ولا شنو؟ نعم، حصل شنو؟ دي حصلت مشكله طبعا، احنا كلنا متوترين، والطائرات كانت نازله، ازهري ومحجوب وكل الوزراء دي كانوا في المطار. طيب، مرابطين في الحجره بتاعت كبار الزوار دي. اول ما تيجي الطياره بيطلعوا برا بيستقبلوها بالكركون والبتاع هنا، وبعدين بتمشي. دخلت طيارتين، طياره ملك فيصل وطيارة
عبد الناصر في نفس التوقيت دخلوا الاير دخلوا المجال الجوي, المجال الجوي السوداني يعني. فبقت المشكله ينزلوا ياته وهم مختلفين, عنده اعتبار طبعا كيف طيب. ومختلفين جدا. فانا شهدت الحكايه دي, انا ما جزء منه لكن واقف لانه انا مسؤول عن التغطيه وكذا ودار اعرف اللي بيحصل شنو. طيب فكانوا بيتكلموا محجوب و... وعبد الناصر وشريف شريف وسيد حمد والزهري. فقالوا في الاخر ضربوا لبتاع البرج البرج قال له دخلت المجال الاول منو, قال له طياره عبد الناصر, قال له تنزل هي يعني اي. فنزلت وخلوا طياره فيصل متحرك. فيصل حايمه لحد ما ينتهي الاجراءات بتاع نزول ناصر. المشكله الثانيه اللي حصلت برضو انه بعد ما 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 ينزل الطياره قالوا عبد الناصر حقه ينتظر لما ينزل فيصل يلتقوا لاول مره هنا بحاجه بتاعت السودانيين. آه يا طريقتنا دي. عبد الناصر رفض, قال لا, كان عنده كبرياء عجيب جدا بالمساله, ابا قال بمشي. قام ازهري قال لي محجوب تمشي معه وانا بنتظر فيصل, وانا بنتظر فيصل. ركبت العربيه وجود جماهير الناس الموجودين في الشارع من الطياره لحد القصر كلهم مشوا مع عربية عبد الناصر. بالله كان في جماهير كبيره كيف؟ العربية ديل كانوا بشيلوا شوفها في الافلام. شفت الافلام هاي. اي رجل ده قائد مهزوم. ايوه مهزوم, قائد مهزوم والله. لما طلع من الطياره هو طبعا طويل ووقف كده المطار ده كأنه فيه صرع مليان بالناس, صرع وصراخ وهيجان عجيب غير عادي عجيب. اتخلع كأنه ما بست فيه الروح من جديد, سبحان الله. فالمهم فيصل لما نزل واستقبلوا أزهري ومشوا, كانت حاجة محرجة جدا انه فيصل مشى مع أزهري والناس كلها مشت, ما في زول استقبل الراجل لكن استحمله مش سكت خلص. لا لا ما قال لانه ما عارف الحاصل شنو, وما وبعدين ما إرادية ما متعمد الامر, ما متعمد يعني. تسمح لي استاذ نطلع فاصل قصير ثم نعود ونواصل الحوار في هذه الحلقه الثانيه من اجنده السودانيه, ونحن نجالس استاذنا الكبير بروفيسور علي شمو ونستمع الى روايته حول العصر. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى, لازلنا في هذه الحلقة الثانية مع بروفيسور علي شمو في أجندة السودانية, نستمع إلى رواية البروف حول جملة أحداث في تاريخنا السياسي. بروف مرحبا بك مرة أخرى. استقبلت الجماهير قائد مهزوم. نعم. وكان يفترض يحصل العكس. مشكلة. أنه ما في زول استقبل. أنت رأي اللي تهزمت في معركة كبيرة يعني. ده اللي طلعت له الصحف في أوروبا في اليوم الثاني. كتبت كده. أيوة استقبال القائد المهزوم. بعدين يعني طيب. في حاجة حكوا لي بعض الاخوان, انا ما حضرتها شخصيا, انه لو دخلت القصر الجمهوري في وانت داخل على الكبير اليوران المكتب بتاعه على يدك الشمال كان قاعد فيه احمد سيد حمد. لا 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 احمد فضل المولى اللي هو كان كبير اليوران. ايوه فكان من هيكل بيستعمل التلفون يعني محمد حسنين هيك. ايوه فكان بيتكلم مع الزول اللي بيتكلم معاه في القاهره, جهز لهم الخطوط دي وكذا. فكان مندهش قال لهم انا يعني كان الراجل ده بعث من جديد. يا ايوه والله ما كان متوقعين يعني. انه يستقبل بهذا الطريق. ايوه قال الشعب السوداني ده عمل في الراجل ده عمل عجيب. بدات المداولات وفي روايه دارت حقك من اسمع يعني, هل صحيح عرض على السودان انه تتم مساعدته ماليا برضه؟ اي يعني هي نوع من الكيرتسي يعني. يعني دي لمحوا للسودان بانه بعد ما عملوا البرنامج بتاع الدعم دول المواجهه بسموها, فزي لمحوا للسودان, فالسودان طبعا كان رايه واضح جدا رفض. احنا ما عملنا المؤتمر ده عشان احنا عملناه المؤتمر ده عشان شوف الكرامه دي. لا كيف والله كرامه. الله رد الحياه دي مشيت وين هي؟ والله ولا سؤالي ده ما سليم. لا والله سليم. ده احنا كده يعني مشتين. يعني انا ما قاعد اقول لك حاجه حقيقة ما لا الدجنتي دي الكرامه دي مشت وين يعني؟ مشت وين؟ في مواقف كثيره جدا يعني احنا كانت قيادتنا وريادتنا
للمؤتمرات واللي بنقوله بيمشي. ايوه الراي الاخير كان لينا. بلا سؤال كان عنده ثقل بالمعنى ده بالتاكيد. كان مؤثر. مؤثر جدا على كل المستويات. عنده وزن ثقيل. يعني مقارنة بما كنا في عليهم واحنا عليه الان يعني فيه الان السودان فقد تاثيره. انتهى منه ما عنده تاثير. ما عنده تاثير اصلا. لا لا ما عنده تاثير بل بالناس يعني بينظر علينا بشفقة وحتى ما بيحترمونا كويس. بالله زمان كان بيحترمونا كويس؟ كيف؟ زمان كيف؟ العرب كانوا بيحترمونا كويس والعالم كذلك كله عندنا موقع يا معبود من تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية من البتاع من دي كله. أنت كنت هناك يا بروفسا؟ أي طبعا في تأسيس المنظمة. أيوه كنت موجود كنت مغطيها. أي كيف الأفارقة كان بينظروا للسودان؟ نظر عالي جدا طبعا. ما كان كلهم مستقلين يعني كينيا كينياتا ماجا لأنه ما مستقلة. صحيح. عدد من الدول عدد الدول أقل من الحسة بكثير لأنه ما كانت مستقلة. ما كان مستقلة. لكن من الناس الموجودين كان في بنبلة. بنبلة في الجزائر. أيوة كان موجود. عبد الناصر. ليبيا جس نوسي. الملك المغرب ما جا. لا لا ما جا. رس المبعوث. رس المبعوث. رس المبعوث أفتكر. بعدين بورقيبة ما جاء الباهي الأضغم. الباهي الأضغم. أيوة كان موجود. حبيب بورقيبة ما جاء من تونس. لا 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 الحبيب ما جاء من تونس. بعدين طبعا بومدل لسه ما كان. صحيح. ما كان هو اللي كان في بنبلة. طبعا. بنبلة. والعرب كانوا استجابوا لدعوة السودان لمعالجة قضية كبيرة كقضية دول مواجهة مع قضية فلسطين. أسي أنت لما تعاني اللحظة اللي أنت كنت حاضرة دي. وتعاين لموضوع التطبيع ده بتقول شنو؟ 180 درجة. 180 درجة. ما كان كنت بتتخيل في تاريخك السياسي يا بروف أن السودانيين يعملوا كده؟ لا ما بتتخيل. نبر. وما كنت بتهمل إنه إحنا ما إحنا وصلنا نفسنا لمرحلة لازم نتحمل الضغوط. السبب إحنا. إحنا سبب. طبعاً لأن السودان لو كان بكيانه زمان يعني سياسة الداخلية. والسياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية وقائمة على نفسه واحتياجه للناس الآخرين ما كانت في مقاطعات ما كانت في أي مشاكل دعمائنا إحنا فإحنا صنعنا نفسنا فضعفنا ضعفنا جدا ولذلك بقى أي زول يضغط علينا أي زول يهملنا ما في أنا ده رأيي أنا والواحد يعني متأسف إنه يكون ده رأيه عن بره. انتهت فترة أكتوبر إلى ما انتهى عليها الأمر من خلاف سياسي في الحكومة البرلمانية الأولى يعني وجاء انقلاب أنا ما أعرف تسميه انقلاب ولا ثورة بتاع 69 يعني الرئيس جعفر نميري. هل تكرر الحدث ثاني بتاع تسليم السلطة للجيش؟ لا. اللي حصل شنو المرة دي؟ اللي حصل المرة دي الأحزاب تحركت. تحركت. قاومت. قاومت. لا قاومت شنو؟ نميري. لا طبعا الأحزاب هو يعني نميري لما جل السنة 67 جاءت لأنه الحركة الضباط الأحرار 69 نفسه كانوا الأحزاب السياسية منتهية يعني البلد منهارة. أيوة فنط الجيش عشان يحكم هناك سكرتير هناك حزب الأمة سلم السلطة لعبود هنا الشيوعيين طردوه من البرلمان مش كده exactly. اتكررت المسلسل مرة أخرى. نعم. يستدعوا الجيش. نعم. تعالوا حصلونا الجماعة دي طردونا. نعم. وبعد ذاك اتكرر في 89 برضو 89 جو انت 69 كنت وين قاعد موجود وده كان انت طبعا بروفيسور انت أول سوداني أو انت الوحيد أول سوداني الحاور أجرى أول حوارا مع الرئيس جعفر محمد علي نميري. سعادة اللواء أركان حرب جعفر محمد نميري رئيس مجلس الثورة والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع في أول مقابلة تلفزيونية تلتقون فيها بسيادته ويتحدث إليكم من خلالها عن بعض المواضيع الهامة خاصة بعد قيام ثورة مايو 25 نبدأ هذا اللقاء بسؤال كلكم تسألون ما
هي الدوافع والأسباب التي دفعتكم للقيام بالثورة، ورأيكم في الأوضاع السياسية السابقة وما أخذكم عليها سياسيا وفكريا؟ طبعا أنا بتذكر، أنا شفت الحوار ده بعدين انتبهت الحاجتين، أنه كان الرئيس نمير الله يرحمه يعني متهيب كده، ما أعرف أنه دقيق ولا لا يعني، وكنت أنت شديد عليه. صحيح. احكي لي كواليس القصه دي. هو ما متهيب، هو مستغرب بس شافني انا كده لاول مره، لانه بعرف اسمك أيوة معروف، ما تلاقينا يا رجل، وراي الفاضل جدا وبسيط، دول ود بلد، دول ود ناس. وبعدين لما قلت لي دار اسئله قال لي لا اعمل الاسئله اللي انت دايرها. انت اصلا مشيت طلبت الحوار؟ ابدا. اها، طلبوا شنو المجلس يعني؟ الراي العام في الايام دي، المقابلة اللي اتعملت بعد 4 أيام كانت يوم 29 مايو، وده كان الانقلاب 25 مايو، كم مايو؟ 4 أيام. في الـ4 أيام دي دار كلام كثير جدا في الشارع. ده منو؟ الاتجاه بتاع الثورة. اتجاه الحركة، انه الثورة دي شورى شيوعية ونميري شيوعي، والبلد دي مسكوها الشيوعيين وكذا. وبعدين الأسماء ذات المكونة لمجلس الوزراء شيوعية، ايوه، لما تشرحها للناس بيعرف الاتجاه، فالناس كونت الحكايه دي، فبقى في راي عام. فاصبحت انا مطالب بان اساله بموضوعيه، يعني هل فعلا الثوره دي عندها ايديولوجي؟ هاي هل هي شيوعيه؟ عشان تخاطب الناس توريهم انت منو. هو الراجل ليه ما كان بعين لك في الحوار؟ هو مؤدب جدا بالمناسبه يعني. ما بعين لك، ما كان بعين لك. انا بس شفت الماده يعني. هو انت بتسأله السؤال بثقل على شمه، طبعا بزرع على شمه. والرجل الوقت ده كان لواء مش كده؟ كان عقيد، عقيد. كان عقيد، ترقى لواء جديد. كان ترقى لواء جديد في الحوار، كان لواء مركب، هاي كان لواء. وانت بتسأله ايه الاشتراكية اللي انتم بتعنوها، ايه توجهاتكم السياسية، ايه كذا، لكن مثلا كانت اجاباته مرتبة. والله هو جاوبك، والله انت هو ما سهل بالمناسبه، والله جاوبك. تعرف الناس دائما حقارين، ما لما موضوعيين. موضوعي يعني دول لما يكون عندك خلاف معه سياسي بتهدم، بتحاول تحقره وتقلل من قيمته، وده دي حاجه عندنا احنا هنا في السودان. الناس تاني بيحترموا الزول مهما كان، ايا كان، صح، واحترم اختلافك معه، لكن ما تحاول تقول ده بليد وما بيفهم. اذا بليد يا اخي حكمك كيف؟ ما ممكن. صحيح. أدار الدولة دي كيف؟ أدار الدولة دي كيف؟ أدار مسيرته كضابط كيف؟ مقنع لقياداته دي كيف؟ من أميز الضباط. صحيح الحوار ده عمل لك مشاكل؟ عمل لي، أيوه. مع اليسار؟ مع اليسار بيفتكروني أنا يعني إسلامي ولا اتحادي ولا بيفتكروني أنا قصدت الإحراج. الإحراج، مع إنه أنا والله ما بري، أنا عمري ما عملت يعني حوار مع زول كنت منطلق من خلفيتي اطلاقا. بفتكر نعم، طبعا دائم. طبعا استاذنا انا بفتكر دائما، حتى في الـ في الـ وكثير من اخواننا هسه اللي بيديروا الحوارات في التلفزيون وكذا، انا بفتكر بعض منهم انت بتعرفه من تو يعني بيكشف من اداره الحوار، بيكشف عن توجهه، ده توجهه ومذهبه وكذا، وده عيب بالمناسبه، لانه الفاليو القيمة يعني. المسائل دي هي المهنية. والصدقية والتوازن البالانس. بس يا بروف انت كنت شديد عليه شيء على نميري. انا انتبهت للحوار يعني، ما داش ده انا كنت شديد على الهندي برضه، سيد الهندي. يعني بقول له اللي بيقوله الشارع، صح، انا بتقمص الشارع وبقول له الشارع. لا انت كنت محقق لنا احنا اسف الاعلام. الاعلام الواعي بدوره. نعم. وهو مسؤول ان ينقل اراء الشارع. بالزبط. وما يخاف، ما اذا خاف انتهى، اذا خاف انتهى. انت تعرف الاعلامي ده لما تخط الزول انت سيد الموقف، زي المخرج حس لما يدخلك لاي صحيح. حاجه صحيح. ترفع ايدينك، الكنترول عنده، يقول لك اقعد كده اسوي كده، عيد المقدمه ثاني، عيد لما يجي زول عشان يعمل معك حوار يقول لك انا حامل معك حوار. صحيح. ومن حقك ما توريه انت عايز تتكلم بشو. صحيح صحيح. تدخل تباغته بالاسئله وتقول له والله راح اتكلم. الحلقه الثانيه انتهت معك استاذنا. نعم. وتوعدنا بحلقه ثالثه نواصل فيها المنهج اللي حاولنا انه نتعلمه منك يعني في الحلقتين، الخاص والعام، أدوار بروفيسور علي شومو. وصراحة استمعنا لآراء جديدة مفصلية فيما يتعلق بحيادة الخدمة المدنية.
فيما يتعلق بفشل السياسيين أن يديروا الدولة ثم يلجأوا لاستدعاء المؤسسة العسكرية. أنا حواصل معاك ديما لحظة مايو الأولى، ولعله أوج فاعلية بروفيسور علي شمو كانت في فترة حكم مايو، مش كده من 69 إلى. أنا بدي أشكرك أستاذنا، سمحت لنا بالفرصة دي، كل الشكر والتقدير لك. شكرا جزيلا. الشكر كل الشكر لك المشاهد الكريم. كانت الحلقة الثانية في أجندة سودانية مع أستاذنا الكبير بروفيسور علي شمو، جلسنا إليه نستمع إلى رأيه ورؤيته وأفكاره حول جملة القضايا. ستكون لك حلقة ثالثة نواصل معه النقاش. الآن نحن في عتبة مايو 69، وهي فترة مهمة جدا في تاريخنا السياسي. في الختام تحياتي وكل الفريق العامل، إلى أن نلتقيكم بإذنه تعالى الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.